ازيكم عاملين ايه؟ انا منى سليمان من شركه نيو ستارت العقاريه. النهارده هنتكلم عن قريه كورنيليا في مدينه الجلاله العين السخنه. تابعوا بقيه الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. كبداية هنتكلم عن الشركة الأونر لمشروع كورنيليا، وهي شركة أجنة. شركة أجنة ده أول مشروع ليها وهو كورنيليا، بس هم الأونرز بتوعها مجموعة مستثمرين ليهم مشاريع تانية كتير، وهم أونرز في شركات تانية كتير. يعني مثلا المهندس بشير مصطفى ده أونر لشركة فيرست ديفلوبمنت، وهي اللي عاملة مشاريع في 6 أكتوبر والشيخ زايد زي كومباوند كينز وكازان بلازا وكايان. ورئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة شلبي ده عامل مشاريع كتيرة جدا في التجمع الخامس مكاتب إدارية وتجارية وطبية، وهو الأونر لشركة كاتاليست. وأشرف منصور برضو هو صاحب شركة أركان للتطوير العقاري، وليه مشاريع تجارية وإدارية كتير. فهم عندهم عباءة مالية قوية جدا، بلس إن هم عندهم خبرة في المجال العقاري بقالهم سنين طويلة، وليهم أوريدي مشاريع متسلمة على الأرض الواقع وموجودة. ده اللي ساعدهم إن هم يختاروا أحسن لوكيشن موجود في مدينة الجلالة كلها، وهو قطعة سور في سور جنب مارينا الجلالة، انترناشونال مارينا بتاعت الجلالة بالظبط، واخدين 100 فدان. نتكلم بقى بشكل اكبر عن اللوكيشن، هو موجود فين؟ هو في قلب منتجع الجلالة بالظبط جنب الانترناشونال مارينا، وده اللي مخلي عندي 100% من الوحدات شايفة فيو بحر والمارينا. طيب انا جنبي بالظبط الداون تاون في السينمات والمطاعم والكافيهات، وجنبي فندق تيوليب والاكوا بارك اللي على مساحه فدان، وكل الفاسيلتيز اللي انا محتاجها، لان ده الجزء الترفيهي بتاع مدينه الجلاله. انا قريب من القاهره باقل من ساعه، وبيني وبين العاصمه الاداريه حوالي تلت ساعه. وجنبي الارض اللي جنبي بالظبط هو مشروع بيلا بنتو، ممكن برضو احنا اتكلمنا عليه قبل كده، لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر ممكن ترجعوا لللينك اللي هيظهر في الفيديو ده. اما بقى بالنسبه لديزاين المشروع، فهو 100 فدان متقسم لثلاث مراحل، في منهم زون كاملة على البحر 60 فدان، واثنين زون على الجبل. طيب انا عامل مصاطب من اول زيرو ليفل اللي هو مستوى البحر لحد 160 متر، عشان كده انا كل الوحدات عندي 100% فول سي فيو. تاني حاجه انا باني على 20% بس مباني، والباقي كله خدمات ولاندسكيب ولاجون كلاب هاوسز، كل الخدمات بتاعتي. ده بالنسبه للديزاين. انا عندي تايبس كتير كمان، عندي شاليهات لوفت فيلات، ده غير الخدمات الكتيرة المميزة اللي جوه القرية. زي مثلا هنتكلم ان في مساحة 12000 لاجون متوزعة على القرية كلها، وحوالي 14000 مساحة انفينيتي بولز في المشروع كله، بلس بقى ان احنا عندنا 4 كلاب هاوس، منهم المين كلاب هاوس بتاع البيتش، والثلاثة متوزعين على الثلاث مراحل التانيين. طبعا الكلاب هاوس بيبقى فيه كل الخدمات بتاعتك، الجيم، السبا، الجاكوزي، عرض البحر 650 متر، ودي مساحة كبيرة، مفيش مشروع تاني في الاريا كلها واخد المساحة دي. عندك كيدز اريا، عندك مساحات خضراء في كل متوزعة بشكل كويس جدا على المشروع كله، عندك منطقة كوميرشال هتكون بتسيرف على القرية والطريق، بلس ان انت كده كده جنبك منتجع الجلالة، في خدمات على شكل اكبر واوسع. المميز في فكرة كورنيليا واللي انا بشوفه اكبر طيب موجود فيها كويس جدا، هو فكرة ان انت تمتلك فيلا صف اول على البحر في الجلالة. التايب ده او البرودكت ده مش موجود خالص في منطقة الجلالة، هي القرية الوحيدة اللي واخدة جزء على البحر وعاملة فيه فيلات، فانت بتاخد حاجة يونيك قوي. نتكلم في 10 فيلات بس، يعني في 10 اونرز في المكان كله، انت واحد منهم لو هتيجي تشتري ستاند الون في كورنيليا. طبعا غير ان في مساحات كتير من اول الاستوديو الوان بيدروم لحد الستاند الون اللي احنا قلنا عليها، الاول صف على البحر، وبيبقى في تاني صف توين هاوسز وثالث صف تاون هاوسز، كل دي طبعا مارينا وسي فيو، فول سي فيو 100%. هيكون كمان في موجود بوتيك اوتيل، وفي سيرفيس ابارتمنت بتسيرف عليها، ودي حاجه كانفستمنت حلوه جدا لو احنا بنفكر في الاستثمار في منطقه الجلالة. وكل ده بنظام سداد على 10 سنين اقساط متساويه بمقدم 10% بس. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن كورنيليا وعن منتجع الجلاله ككل، ممكن تكلمونا على الارقام اللي هتظهر لكم على الشاشه دي. انا كنت معاكم منى سليمان من شركه نيو ستارت العقاريه، اتمنى اكون فدتكم بالتفاصيل دي، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده.